مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد مساء. حديثنا في هذه الأمسية عن بعض أمراض العيون. اخترت رسالتين وصلتاني من بعض المشاهدين الكرام. الرسالة الأولى وصلت من مريض يشكو من مرض السكر، ورسالة مطولة ولكن باختصار بتقول الرسالة إنه قيل لي أن مرض السكر قد يؤثر على الإبصار، أرجو أن تفيدوني عن هذا الموضوع. أما الرسالة الثانية فهي تتساءل عن دور فيتامين A أو فيتامين ألف في قوة الإبصار والحفاظ على سلامة العينين. نتطرق للجانب الأول أو للرسالة الأولى. معنا في الاستوديو ضيف هو الدكتور محمد ظافر الوفائي، رئيس قسم جراحة الشبكية في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ليحدثنا عن تأثير مرض السكر على العينين. دكتور محمد ظافر، أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا في هذا البرنامج. أهلا بك. نعم، هذه الرسالة بيتساءل مرسلها عن تأثير مرض السكر على العينين، فنحبنا نحن نناقش بعض جوانب في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مرض السكر كما هو معلوم هو مرض جهازي مزمن ومتطور، بمعنى آخر أنه مرض يصيب كل جهاز من أجهزة الجسم، والعين هي قسم من الجسم، وبالتالي يصيب كل نسيج من أنسجة العين بدءا بالقرنية ثم القزحية ثم كافة أقسام العين. لو تكرمت بحب أعطي فكرة عن الأقسام العين التي تصاب بمرض السكر. تفضل. القرنية تصاب بالسحاجات والخدوش القرنية المتكررة، وأحيانا تتطور إلى التهاب وقروح في القرنية. القزحية تصاب بما يسمى تحمر القزحية، أو باللغة الإنجليزية أو اللاتينية روبيوسس إيريدس. العدسة تصاب بما يسمى الكاتراكت أو الماء الأبيض. الشبكية تصاب بتنمي وعائي. الفيتريوس أو الخلط الزجاجي يصاب بنزوف من نتيجة تنمي الوعائي. العصب البصري يصاب بالودمات. وحتى العضلات خارج العين التي تحرك العين تصاب أيضا بالسكري. طيب، إحنا طبعا إحنا في كل هذا الوصف بنتحدث عن السكري أو مرض السكري الذي يعني يصل إلى حد المضاعفات، ومن المعروف أنه لو استطعنا أن نوقف المرض عند حده في بدايته ما في شك بالإمكان أن نتجنب كثير من هذه المضاعفات التي تحدثت عنها. نقدر يعني بشكل مبسط تعطينا ملامح عن أسباب الوقاية من هذه المضاعفات؟ كيف نستطيع أن نقي المريض من أن يصل إلى هذه المضاعفات التي تحدثت عنها؟ ما من مكان يطبق فيه القول درهم وقاية خير من قنطار علاج كما يطبق في داء السكري. وقاية الإصابة بداء السكري تعتمد على ثلاث أشياء. أولها عامل الوراثة، إذ أن الوراثة هي من أكبر العوامل المولدة لداء السكري، وقد عرف العرب ذلك قديما، تباعدوا ولا تضوا، بمعنى تباعدوا، والضوء هو الضعف والمرض. وقد قال أحد الشعراء: فتى لم تلده بنت عم قريبة ليس يضوي وقد يضوي سليل الأقارب. وهناك قول شعر آخر: تخيرتها للنسل وهي بعيدة مخافة أن يضوي علي سليلي. إذن الوراثة من أهم العوامل، والابتعاد عن تزاوج بالأقارب وبصورة خاصة أقارب الدرجة الأولى، أبناء العم وبنات العم، أبناء العمة وبنات العمة، والخال والخالة، هي من أهم عوامل الوقاية من داء السكري، ولا سيما فيما إذا كانت هناك قصة سريرية أو عائلية بالإصابة بالمرض. الناحية الثانية هي البدانة، السمنة. وهناك نسبة 80% من المرضى الذين شخصوا حديثا هم من البدينين، ومعالجة هؤلاء المرضى تعتمد أولا وآخرا وفي المرحلة الأولى إنقاص الوزن. كيف نسيطر على البدانة؟ طبعا أنا لست بأخصائي وراثة أو أخصائي تغذية، إنما الحد من
الإقلال من المواد النشوية والدهنيات، بمعنى آخر الإقلال من أخذ الحريرات. ثانيا استهلاك ما هو مختزن من الحريرات عن طريق الرياضة، سواء جري أو مشي أو ألعاب سويدية أو عجلات بالبيت أو خارج البيت. العامل الثالث من العوامل الإصابة بمرض السكري هو الستريس، الشدة، العصبية، الضغوط النفسية. المريض في حالة الضغط النفسي يصاب بإطلاق كمية هائلة من الأدرينالين إلى جسمه، وبالتالي تحليل مواد الجلوكوجين إلى جلوكوز وارتفاع سكر الدم. فإذا تمكن الإنسان أنه يسيطر على العامل الوراثي وعامل البداني وعامل الردود النفسية والشدة الستريس، فالاحتمال أقل نسبيا من غيره. بالإضافة بطبيعة الحال تتفق معي إلى التشخيص المبكر والعلاج المبكر، لأن هذه أحد المشاكل. الإنسان يهمل نفسه، وحتى لو قيل له عندك بداية مرض السكري يمكن يقول لك لا هذا ما هو شيء مهم، ولكن إذا استفحى الأمر فيما بعد قد يؤدي إلى هذه المضاعفات التي نتحدث طبعا عنها. من الأفضل نلفت نظر الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات إلى أعراض السكري. كيف يبدأ؟ عندنا ثلاث علامات، طبعا راح أكلمها باللغة العربية، اللي هي السهاف، العطش الشديد، النهم اللي هو الجوع الشديد بشكل مستمر يأكل، والبوال، تكرر الذهاب إلى الحمام للبول. فأحد هالعوامل أو الثلاثة مشتركة مع بعض البعض بتدلنا على أنه هالمريض يشك بإصابته بالسكري. وقد تكفي الحمية لشفاء أو لإنقاص كمية دون اللجوء إلى أبرة الأنسولين أو إلى الحبوب. طبعا الطبيب المعالج في هذه الحالة هو اللي بيحدد القرار. نعم، إنما في الغالب زي ما تفضلت قد تكفي الحمية، وإذا لم تكفي الحمية ربما يضاف إليها الحبوب، وربما في حالات معينة قد يضطر الإنسان إن هو يأخذ الأنسولين. ولكن نتفق مع بعض أن التشخيص المبكر والعلاج المبكر قد يكون هو الوقاية الأساسية من هذه المضاعفات. في عندك شوية صور تحب تورينا هي يا دكتور؟ نشوف السلايز لو سمحتوا. قد تورينا بعض المضاعفات. هذه الشريحة ترينا منظر الذي ندعوه حقن الفلورسين في الأوعية لتصويرها، وكما ترى القسم المركزي من العين خالي من أي أوعية شعرية التي هي مسؤولة عن توريد تغذية الشبكية بالدم. فهنا المريض أصيب بنقص تغذية وتروية بالشبكية، وبالتالي البصر عنده أقل من الطبيعي. نعم. اللي بعدها لو سمحت. هذا المريض مصاب بنزوف الشبكية على الطرف الأيمن من الشريحة، ترى العصب البصري، وأمامه وإلى جانبه على الأيسر اللطخة الصفراء اللي هي مسؤولة عن الرؤية المركزية، وهي مغطاة تقريبا بشكل كامل بالدم. الثاني لو سمحت. هذا مريض مصاب بنزيف أمام الشبكية. لحسن حظ المريض أن النزيف لا يقع أمام المحور البصري، إنما هو خارج المحور البصري، وبالتالي الرؤية عنده جيدة لا تزال. ثاني، هذا المريض مصاب بانفصال شبكية عن طريق ناتج عن تكمش المائع الزجاجي، وبالتالي الرؤية عنده لسوء الحظ أقل من غيره. هذه حالة مريض أجرينا له معالجة بالليزر، وكما ترى هذه اللطخات البيضاء هي الآفات بجهاز الليزر التي طبقناها على الشبكية لمعالجة اختلاطات السكري. هذا صورة كومبوزيت لمريض عولج بالليزر قبل 24 ساعة لترينا تأثير الليزر على الشبكية. طيب دكتور، شكرا لك على هذه الرسالة المختصرة والمفيدة، وأرجو أن نتنبه إليها. إذا أجزت لي أنا بس ألخص ما قلت في كلمات، الدكتور محمد ضافر الوفائي أخصائي العيون في مستشفى الملك خالد التخصص العيون، بينبهنا إلى أهمية الوقاية من مضاعفات أمراض العيون في حالة السكر. الوقاية تأتي أساسا في الدرجة الأولى من التشخيص المبكر والعلاج المبكر لمرض السكري، وهذا إن شاء الله حيعفينا من كثير من المضاعفات. الابتعاد قدر الإمكان عن زواج الأقارب، الابتعاد عن البدانة، التخفيف من الضغوط النفسية، وبطبيعة الحال في هذه الحالة نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كثير مما يعترضنا من هموم الحياة، وسنجد إن شاء الله
يعني الراحة النفسية إذا اقتربنا أكثر بكثير مما يعني بيحصل في مثل هذا العصر اللي فيه اضطرابات، وفي إذا اقتربنا من الله سنجد إنه كثير من مشاكلنا النفسية لها حلول. مرة أخرى أشكرك على هذه المشاركة في البرنامج. شكرا لك. ننتقل مشاهدي الكرام إلى الجانب الآخر أو الرسالة الأخرى، الرسالة التي تتساءل عن دور فيتامين ألف في قوة الإبصار وفي الحفاظ على سلالة العين. أولا، فيتامين ألف هو أحد مجموعة من الفيتامينات يحتاجها الجسم بمقادير صغيرة جدا، لا نجدها بالضرورة في الحبوب في الصيدليات، وإنما نجدها أساسا في الغذاء. الإنسان اللي غذاءه متكامل، ما هو كثير، ما هو الغذاء الدسم، وإنما الغذاء المتكامل الذي يعتمد على التنويع بقدر الإمكان ويهتم بالخضروات والفواكه. فيتامين ألف مثل كثير من الفيتامينات موجود في الخضار وفي الفواكه، بالإضافة إلى أنه فيتامين ألف موجود في زيت كبد الحوت وفي صفار البيض وفي الألبان ومشتقاتها. فيتامين ألف مهمته في الجسم البناء، يدخل في تركيب العظام ويساعد على نمو العظام، يدخل في تركيب الخلايا الجلدية فيساعد على نموها نمو طبيعي، الخلايا المبطنة للشعيبات الهوائية أو الشعب الهوائية التي نتنفس من خلالها، والخلايا التي تكون الإبصار أو تكون الغدد الدمعية في العينين، بالإضافة إلى عنصر آخر وهو نستطيع أن نشرحه على هذه الصورة. فيتامين ألف ممكن نستعير منك دكتور لو سمحت. هذه العين وهذه الشبكية التي تغطي قاع العين، وفيتامين ألف يدخل في تركيب مجموعة من الملايين من ما نسميه بالعصيات والمخروطات التي تستقبل الضوء القادم من الخارج وتحول إلى رسائل تصل إلى الدماغ ويترجمها الدماغ ويعرف إيش المقصود منها. فيتامين ألف يخش في تركيب هذه العصيات والمخروطات التي تتكون بالملايين في الشبكية. إذا قل فيتامين ألف بقل استعداد الإنسان لتقبل الضوء، خاصة ما نسميه بالعشاء الليلي، وهو في النور أو الإضاءة البسيطة لا يرى الإنسان الذي لديه نقص في فيتامين ألف. في حالة نقص فيتامين ألف يتأثر أجزاء من الجسم، بالنسبة للكبار خاصة بنجد عندهم العشاء الليلي أو عدم المقدرة على الإبصار عندما يكون الضوء خافت. في الصغار المشكلة عادة بتكون أكبر، بيكون في قصور في النمو لأنه فيتامين ألف بيخش في تركيب العظام. أيضا في عندنا جفاف وتقشف في الجلد. أخطر من هذا وهذا، لو استفحل الأمر حيكون في جفاف في المقلة أو في العين، وقد يؤدي إلى مخاطر كثيرة جدا. لحسن الحظ ولأسباب أرادها الله سبحانه وتعالى، إنه في بلادنا لا نرى كثير من أمراض العينين نتيجة لنقص فيتامين ألف، يعني هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولكن في بعض الدول خاصة في القارة الهندية أو شبه القارة الهندية نجد أنه أكبر سبب من أسباب فقدان البصر هو نقص فيتامين ألف، لأنه الغذاء غير كافي وغير سليم. لنشرح الموضوع نشوف مع بعض فيلم يورينا هذه المشكلة أو جوانب من هذه المشكلة في فيلم مصور في الهند. نشوف هذا الفيلم لو سمحتوا. هذه قرية هندية، وادعة آمنة، ولكن فيها مشاكل. أساس هذه المشاكل تتصل بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والعادات والتقاليد في الغذاء. كثير من أسباب سوء التغذية لا تتصل مباشرة بالنواحي الاقتصادية، وإنما أحيانا لها اتصال أكثر بعدم فهم وإدراك القيم الغذائية الموجودة في الغذاء المتوفر. الناس عندهم مقدرة على شراء الغذاء ولكنهم لا يدركوا. شوفوا هذه البنت أصيبت بمضاعفات تكاد تصل إلى فقدان البصر، إن لم تفقد البصر، نتيجة لأن الغذاء غير سليم، نتيجة لأنه في نقص شديد لديها في فيتامين ألف، وبطبيعة الحال بتحرم كما نعرف من ممارسة حقها الطبيعي في الحياة.
مع وجود أحيانا في المجتمع وفرة في الغذاء السليم، ولكن المجتمع لا يدرك نتيجة للجهل القيم الغذائية الموجودة لديه. الطفل هذا معصوب عينه نتيجة لمضاعفات في العينين، نتيجة لعدم إدراك الغذاء الأساسي والسليم الذي قد يكون في متناول يد الناس ولكنهم لا يعرفوا كيف يستغلوا. شايفين الطفل عنده سوء تغذية شديد، والطفل اللي جنبه عنده مرض نسميه كواشركور، وهو نتيجة لنقص في الفيتامينات. ويصاحب هذه الأمراض طالما أنها هي نتيجة لسوء التغذية أمراض العينين وتقشف الجلد نتيجة فيتامين ألف، نقص فيتامين ألف، والاستعداد للالتهابات خاصة الالتهابات الرئوية كلها نتيجة لنقص هذا الفيتامين. مرة أخرى طفل مصاب بسوء التغذية، وأحد جوانب سوء التغذية هو نقص فيتامين ألف بما يؤدي إليه من شايفين العينين وصلت إلى مرحلة نتيجة لجفاف الشديد وفي نفس الوقت الالتهابات المزمنة أدت إلى فقدان البصر. زي ما قلت هذه ما هي مشكلة موجودة عندنا في بلادنا، ولكن قد يعني تدينا فكرة عن سوء التغذية وما قد يجر إليه. العلاج الوقاية أفضل وأهم وأرخص بكثير من العلاج. الوقاية هذه مركز للعلاج، وفكرته جميلة أن الأمهات يشاركنا في إدارة هذا المركز. الأم تجيب طفلها المريض وتستنى جنبه تأكله وتتعلم من خلال الأكل اللي بياخده، لأن الأكل في هذه الحالة بيركز على الخضار والفاكهة خاصة الخضار الخضراء. فالأم بتتعلم من خلال عنايتها بطفلها في المركز، يعني ما تجيبه في المركز وتمشي وتسيبه وإنما تظل معه طول النهار. هذه مدربة بتعلم الأمهات كيف يغذين أطفالهن تغذية سليمة بالغذاء المتوفر في القرية. نقاش بين الأم تحمل طفلها المريض وما بين المثقف الصحية. الخضار بأنواعها موجود فيها مو بس فيتامين ألف، وإنما موجود فيها فيتامينات مختلفة كثيرة ومعادن وأملاح. عشان كده يجب أن يكون غذاءنا لا يركز فقط على اللحوم الدسمة التي قد تنتج منها أضرار من الإسراف فيها، وإنما يجب أن يكون الغذاء منوع، وليكن لدينا اهتمام كبير جدا بالفواكه والخضار والبقول لأنه فيها عناصر غذائية أساسية. تتعلم الأم كيف تزرع في حديقة بيتها بعض أنواع الخضار لو تيسر لها أن يكون لديها حديقة. تتعلم إذا نزلت إلى السوق تشتري أكل العائلة وغذاء العائلة إنها تعطي أهمية كبيرة للخضار والفواكه والبقول. طبعا هذا لا يمنع اهتمامها بالبروتينات الحيوانية ولكن بدون إسراف. المهم هو الغذاء المتكامل والمنوع. تعلمت الأم من خلال تجربة طفلها المريض إنها تستغل بكل ما لديها من إمكانيات الخضار في غذاء الأسرة. Good food, enough food. Food for sight. And the children like it. There's no need to use expensive or imported foods. والوقاية أسهل وأبسط وتعتمد على أسلوبنا في الحياة. إذا كان الأسلوب في الحياة فيما يتصل بالغذاء هو الغذاء المتكامل والمنوع. مرة وأنا ماشي وجدت مطعم مكتوب عليه مطعم الفيتامينات، والحقيقة أعجبتني الفكرة لأنه فعلا الفيتامينات ما هي في الصيدلية، اللي في الصيدلية جزء ولكن الأساس هو ما أعطانا هو الله سبحانه وتعالى ومتوفر لدينا.
مثل هذا المجتمع وده موجود في بلادنا وفي بلاد أخرى كثيرة، نجد إنه المواد الغذائية متوفرة مثل البيض، ولكن الأهالي ما يأكلوا البيض لأنه عندهم مفاهيم غير سليمة عن البيض مثلا، أو توجد الفواكه والخضار ولكنها لا تستعمل، يركز على الرز واللحم فقط، وهذا خطأ. في أي مجتمع لو تبصرنا نجد مصادر للغذاء متوفرة، لو أحسننا استغلالها على مستوى المجتمع لاستطعنا أن نعفي أنفسنا من كثير من أمراض سوء التغذية، ولا نحتاج أننا إحنا نلجأ إلى الأطعمة المستوردة، ولا نحتاج أننا إحنا نركز على البروتينات الحيوانية مثل اللحوم فقط أو الرز فقط ونقول والله هذا غذاء. الطفل السليم المعافى ما في شك أنه ثروة، ثروة لأبويه، ثروة للأسرة، ثروة للأمة ككل، وأهم عامل في نمو الأطفال سواء كان في المدينة أو في القرية أو في البادية هو الغذاء السليم، ابتداء من إرضاع الأم لطفلها من ثديها وانتهاء بإعطاء أكل منوع نظيف متكامل. But as the child grows, it must also have greens and solids. Wrong ideas can severely restrict a mother's diet and keep her hungry too. هذه الفتاة الصغيرة تعلمت من أمها خلال التجربة اللي مرت بها الأسرة في مرض الطفل الصغير أن تعطي اهتمام كبير للغذاء. الحبوب مثل الرز والدقيق مواد غذائية، ولكنها لا تكفي لإعطاء الجسم حاجة من الغذاء المتكامل ما هو التنويع، وبهذا ينشأ الأطفال أصحاء أقوياء قادرين على مجابهة المرض ونعفيهم من هذه المضاعفات. This form of blindness can be overcome through programs like this, and the government of India's vitamin A distribution program, helped by the World Health Organization, UNICEF, the Royal Commonwealth Society for the Blind. هناك مثل بيقول إن الإنسان يحب ما يأكل ولا يأكل ما يحب، بمعنى إذا تعودنا على أصناف معينة من الغذاء عادة بنحبها. ونعرف إنه في ناس كثير خاصة في البادية أو القرية ما يعطي اهتمام كافي بالخضروات والفاكهة ويستغيث عنها بما ألفوه اللي هو الرز واللحم لوحده لا يكفي، والتنويع واجب. هذه الرسالة وصلت من السيدة إف إي من سكاكا، أحب أقول لها أني متفهم لمشكلتها، ويبدو أن المصارحة واجبة في مثل حالتها. هذه رسالة من أحد المشاهدين الكرام بيقول، بيحتج فيها، يقول إنه بعض الأطباء والممرضين في المستشفيات يكشفون على المريضة وهذا يتنافى مع ديننا الحنيف، ولماذا لا يكون عندنا دكتورات وممرضات يقومن بهذه المهمة؟ موضوع أنا لا أستطيع أن أفتي فيه، و الشيء اللي احنا نعرفه انه للضرورة احكامها، وما في شك انه اذا اقتضت الضرورة كما نعرف انه الطبيب او يكشف على مريضة لانه هناك في حاجة الى الكشف والفحص فلا يمنع، وبطبيعة الحال موقفي ليس موقف الافتاء وانما هذا مما نعرفه، لكن هذه الرسالة قد تدلنا على ظاهرة يجب ان احنا نتنبه لها، وهو انه كثير من الاسر ما يعني يمتنعنا، هذه الأسر تمتنع عن إنه فتياتها يتعلمن التمريض بحجج مختلفة، مع إنه الحقيقة الدولة بفضل من الله يسرت وهيئت لتدريب الممرضات في مدارس للتمريض منتشرة في أنحاء المملكة، والممرضة فعلا ملاك للرحمة، الممرضة تقوم بأدوار مكملة لأدوار الطبيب ولا يمكن أن يستغنى عنها إطلاقا، وفي غالب الأحيان إذا لم يكن في كل الأحيان الممرضة في بلادنا متصلة في مهنتها بالأم والطفل. فإذا كنا نحتج على إنه بعض
في بعض الأحوال الممرض هو الذي يقوم على خدمة المريضة، أعتقد هذه الظاهرة تكاد تختفي، ولكن لا يعني يساعد على اختفاء نهائيا إلا أننا نحن نعرف وندرك أهمية أن تكون هناك ممرضة في مستشفياتنا وفي مراكزنا الصحية. نفس الكلام بالنسبة للطبيبة، الحمد لله الاتجاه طيب وجيد لتدريب الطبيبات، وأرجو أن يكون نفس هذا الاتجاه لتدريب الممرضات والأخصائيات الاجتماعيات والمثقفات الصحيات، لأنه لا يمكن أن نستغني عن النساء في خدمة المرضى وفي علاجهن والمريضات، وفي نفس الوقت الارتفاع بالمستوى الصحي في بلادنا. مرة أخرى رسالة يحتج فيها المرسل الكريم على أخذ عينات من الدم لغرض التحليل، ويقول هذه الكميات من الدم التي تسحب لغرض التحليل كميات كبيرة جدا. نحن بنقول له لا، إحنا يعني ما نقبل هذا الاحتجاج، لأن جرت العادة إنه كميات التي تأخذ من الدم لغرض التحليل هي كميات لا يتأثر الجسم بها. وأقرب مثل إنه بالإمكان إنه الإنسان يتبرع بجزء كبير من دمه، أقصد كبير نسبيا، يعني 300 مللتر أو نحوها أو 400 مللتر، يعني حوالي نصف لتر تقريبا، ولا يتأثر الجسم طالما إنه هذا الإنسان سليم ومعافى، لأنه الدم الذي يؤخذ سواء للتحليل أو إعطاء يعني تبرع يستطيع الجسم بقدر من الله أن يعوضه في خلال سويعات، يعوض أكثر عناصر هذا الدم الذي تبرع به الإنسان أو أعطاه للتحليل. يعني العناصر الأساسية تعوض في خلال سويعات بسيطة، وبقية العناصر تعوض في ما يلي من أيام، ولا ليس هناك أي مشكلة. نكتفي مشاهدي الكرام بهذا القدر، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.